استعادة ملف البرامج المفقود من شريط البرامج، نذهب إلى جو ثم إلى كمبيوتر، نختار الماكنتوش HD، ثم ندخل إلى الابليكيشن، أو عفوا نختار الابليكيشن او خصائص جيت انفورميشن. هنا البريفيو، نمسك كنسخه من الابليكيشن ونفلتها في المكان هذا بالتحديد قبل هذا الخط. هنا ياتي نغلق كل شيء. هنا نضع نختار بالزر اليمين ونحدده display as أو إظهاره كفولدر. بهذه الطريقة حصلنا على الابليكيشن مرة أخرى. السلام عليكم.